خلاص يا سعيد، هو انا هعمل دكتوراه في النط؟ خلاص مش راكب تاني اتوبيس. مدرستنا اهي. صحيح، ايه ده؟ مدرسة النيل. يا الله، مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر؟ ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمه. معرفت شغاله هنا؟ شغاله؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسه مش شغاله؟ شغاله مدرسه هنا. اوكي. مدرسه النايل. يا اور سكول. ايه رايك؟ شفت المدرسه بقت حلوه ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا؟ ده بقى صغير قوي. طب بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق. روح لحد ما حضرة النظر يصحى. ليه هو مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. ثانك يو فيري ماتش. هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. اجين. لا انا جاي لك. لا انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي كده. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه، يعني فايكن. ده انت فايكن نص عمرك. ابلا ميرفت، ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لنفين ابلا ميرفت بتقول لي انها في الانجليش فولا. استني يا ورده، قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي. انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها. كفايه انت فاكرها. اوكي دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد مدرسة انجليزي. هي دي اللي بتعلم حماسه اخوك. شفت سد معاك ازاي؟ يا سيكس. انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيعه في الانجليزي، فظيعه. اوكي. ما تزعليش من مصري، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. عشان كده اتنشن. طب هو جاي اقامه ولا جاي في سطور؟ قلتي جاي ايه؟ قلتي نزل ايدك. قلتي ايه انت؟ الشاكت ايه؟ طبي. قلت نو ما تتكلميش خالص انجلش. قلتي انا جاي ليه؟ طبي. هو سعيد ده مش هسيبها سعيد. مصري طبي. انا جاي هنا ام في سطور. قالت صح في سطور، انا سمعتها في سطور. انا جاي في سطور. انا انت قليل ادب. اوعى سعيد انا اتهنت هنا في المدرسه، انا رايح حمام في سطور. شت انا زباله. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش، انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله. طب يلا بس اوعى تدوس في المية. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع. اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده، من حضره الناظر. تمام، بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت يعني، عارف بقت كده. تقولوا انتوا ايه عليها دي؟ اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت؟ يلا اتفضل يا بيه. هنا على الكرسي؟ اوكي ممكن لحظه؟ تيك يور تايم. Oh my god! What the hell? يا حيوان! Shit! عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. Nope.
حالكم واقف في حالنا، انا جبت لكم ورع منين وجبت منين؟ الله يلعنكم ويلعن شغلكم ويلعن شغلكم. وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري هنا قبول الطالبات. هاي ايه ده؟ فنجان المكتب اللي جوه. المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا رشا. بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني، شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. ام سوري ريلي، انا اسف. انا عذرك يا ابني، بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها، وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. هو كده بقى الكلام يحلوي. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. جاست كان وذ يو. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني. انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا 5 دقايق وجاي لك. ايه 5 دقايق تاني؟ 5 دقايق باسبورك يا باسبوري المصري. ابوز ايدك اخيرا حزافر. زفرني بقى. مصر كمان بتحبني. استحاله اتخلى عن مصر. انا بحب مصر جدا. دي ما اعرفش خالص، بس مستحيل اتخلى عن مصر. مصر كمان لازم تحبني، ولازم ارجع مصر في يوم من الايام. مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي. الف شكر. يو ويلكم. انت مسافر برضو؟ يا انا كمان مسافر. ورايح فين في امريكا؟ رايح ولايه شيكاغو لاصحابي. شيكاغو؟ شيكاغو. شيكاغو. والنبي ما تلخبطش معلومات، انا مصدق. انما انت رايح ولايه ايه؟ انا رايح ولايه كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ دي في الشمال جنب شيكاغو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه. انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام؟ وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر، وغلطت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج كمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. اوكي. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي، واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطيء قوي هو. برضو. وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا، في اهم سؤال. ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضه ليها ورقه؟ انت غلبان قوي. دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين. ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها شويه كده عامله روح كده. روح ايه؟ ايوه عامله دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا انا وضعي مختلف. انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I'm American. Ha, ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I'm an American. كل حاجه زفت وكل حاجه غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجه؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا
في البلد دي. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني، انا مش هقول لك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قول لي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه حد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ رايت انا ابني دايما بقول الحمد لله، ولا اقولها لك بالامريكاني يمكن تفهم. احنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. انا لو ابص للظروف زي ما انت بتبص ممكن اشوف فيها حاجات سيئه كتير وممكن اكفر. تعرف انت لو كنت بتدور في الظروف الصعبه اللي انت بتتكلم عليها ده هي، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوه كتير. بس المساله دي بقى عايزه واحد بيشعر، بيحس بام عظيمه زي ام سعيد، ست صبره محتضنه ابنها شايلها بتصرف عليه وعمره اكتر من 31 سنه لغايه ما ربنا ياذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف افندي، راجل الدنيا بهدلته يمين وشمال وهو صابر ثابت لم يفقد ايمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في امريكا حاجات حلوه كتير، بس دي مهضور عليها، ممكن نوصل لها في يوم من الايام. انما احنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، والا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. يو انا جيت مصر وكنت فاكر ان انا هشوف الصوره اللي انا استاذ عشت في أمريكا 20 سنة وأنا حابس الصورة دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنة كنت بحلم باليوم اللي أنا هاجي فيه هنا عشان أشوف الصورة دي تاني. يا ريتني سبتها تتمسح. هو أنا وقتها ما كنتش هعرف بقى إيه الحلو اللي أنا سبته والوحش اللي أنا جيت هنا شفته وعشته. وأنت جاي بعد 20 سنة تقول لي الظروف. Thank you.
كده يا نسرة انت عندك ايميل اوكي مبسوطه. اكسكيوز مي، هو ايه المواسير اللي انت حطاها في راسك؟ دي بوكليه. مصري يا قلت لي لما فتحت العدسه تبقى 2-8 اعمل ايه؟ تدخل تنام. طب ما تيجي ندرحها في الارض، لازم يعني تسلف الفيسبا بتاعتك لعبد المنصف. الناس لبعضيها. بقيت بختلف اتوبيسات. ايه ده برضو انا اللي ايه ده؟ ايه يا اخي ده انت؟ كده حلو يا ماما؟ جميله قوي، تسلم ايديك يا حبيبي. وراحت حماتي قايله لي مع السلامه يا حبيبتي، وراحت متكيالي على السين. ايه اتكت على السين؟ تخيل، عارف يعني ايه؟ لا اقول لك، لما تتكلي على السين معناها روحي في 60 داهيه ووري. رحت قلت ما بديهاش بقى، ورحت سايبه لهم البيت. تسيبي البيت عشان حماتك استرست على السن؟ قولي لها يا ميرفت، قولي لها يعني مش السن دي اللي هي لايك. لا 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 لا، مالكيش حاجه ابتسام. لا ما هو كيت على كيت من امه، قلت مفرقعه بقى وطقيت. ولو اللي هي الست اللي تقعد تاخد بالها من الحاجات دي تبقى ست فاضيه كده يا مصري. انا بقول لك كده عشان بعزك، انما انت مالك، انت مين اتك على مين ولا مين عمل مين؟ ايه قصه الحروف دي؟ كنت عايز نعمل ايه يعني؟ شوفي اي حرف تاني غير السي. خدي بالك من حياتك، شوفي جوزك، حطي اخضر حطي احمر حطي اسود، مش تقولي لي مين تك على العين ولا مين مصمص في اللام الف سين. ايه دي؟ لا لا ده كلام فاضي، لا كلام فاضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت تكيتوا على السين. قوم يا مصري. نعم. الطبق العجوه من على البوفيه. اوكي حلوه دي، حلوه قوي، ده ورا نفس الفراخ. العجوه العجوه العجوه. بقول لك ايه يا مصر؟ يا كنت عايزه في كلمتين كده. بس هم عايزين عجوه. اه بس ده مش العجوه اساسا. والله كنت شاكك. يبقى اكيد هي دي العجوه. يا اقعد اقعد، مستعجل على ايه؟ والعيد هيخلص. بنعمل كحك وكده وقريبه. ها مش هيخلص يعني. اوكي انا يعني اصل هو صعب عليا شويه الكلام. كنت عايز يعني اقول لك ما تزعلش مني عشان انا كنت اجريسيف معاك قوي. يعني بكره العيد واحنا لازم نصفي اللي بيننا. بس انت برضو غلطان. انا؟ اه طبعا غلطان. ليه؟ يعني لما تقول لي مراتك وبتبص عليها وهي بتمسح يعني بتسم يعني كلام ما ينفعش. وبعدين الكلام ده كله اساسا مش صحيح. والله مش صحيح. لا صحيح. صحيح ازاي؟ انا شفتك اصلا دلوقتي وانت داخل كمان كنت بتبص عليها كده من كحك لكحك، عشان كده رحت متكلك على السين. تصدق ان انا جزمه اساسا ان عبرتك؟ وات؟ قوم من هنا. قوم. ماشي 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 يا رخم. سعيد. ايوه ماما. ماما بتندهلي اصلا، بتعتمد عليك في كل حاجه. سعيد بعد اذنك. ايه يا ماما عايزه ايه؟ شيل السجانه وديها الفرن قبل ما تتزحلق. هو انت غاويه تتعبي نفسك وتمرمطيني معاكي بالكحك ده؟ ما كل الناس بتجيب جاهز. انت كل سنه تعمل المناعه دي؟ يلا بلاش لك اعشلهم. يلا حاضر. استنى يا سعيد، خد. لا معايا فلوس. لا دي العيدية. طول ما انت معايا هتاخد عيديتك مني. يلا. واو. خد يا مصر. اه لا. خد يا مصر العيدية. واحنا فين العيدية بتاعتنا؟ ولا ناس في ناس؟ بصي بكرة ان شاء الله لما افك. لا والله العظيم بكرة خلاص. السجان دي بقى هنوديها الفرن؟ اخر الشهر. اوكي. عارف يا سعيد، لما هاجرنا امريكا كنت بقعد اتحايل على ابويا ان احنا نيجي مصر هنا في العيد، بس هو عشان يصبرني كان بيديني العيديه هناك، لحد بقى ما جه عيد من العيدات نسي. عرفت بقى وقتها ان احنا مش هنيجي مصر تاني ابدا. حتى العيديه اللي هو كان بيديهاني هناك ما كانش ليها طعم زي العيدية كده اللي اديتها لي امك واحنا فوق. اوعى سعيد تبطل تاخد عيدية من امك مهما كبرت او رجلك كبرت. اوكي ما تقلقش عليا،